إن الرياضة بالكويت تمر بتحديات. والله إن في القلب ضفة، في القلب ضفة. وصحيح إن واجهنا صعوبات وايد. وين الكويت؟ وين أول منتخب عربي يصل للمباراة النهائية؟ تحديات أبداً مو سهلة. اشتقنا للصدارة، تراجعنا، خسرنا، بس عمرنا ما وقف. نتعب، نجتهد علشان نثبت ان الازرق هو نفس الازرق. وطن النهار، انت النهار اللي حقق بطولات تشرف، اللي كانت تخاف منه كل المنتخبات الكبيرة، اللي رفع راس الكويت وحفظ الذهب سنين، اللي وصل كاس العالم وخذ كاس آسيا وفاز بكاس الخليج 10 مرات. فزنا ولا خسرنا يبقى هذا الأزرق. كلنا معاك يا الأزرق. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، امسي عليكم بالخير في حلقه بدايه الاسبوع من برنامجكم برنامج ريال الكويت. وشفنا هذا العمل في بدايه البرنامج، عمل مميز في بدايه الحلقه من انتاج تلفزيون دوله الكويت بمناسبه انطلاق كاس بطوله الخليج العربي 25، عمل مؤثر جدا رجعنا حق زمان اول عبد الله. اكيد ليلى، زمن الصداره للمنتخب الكويتي، هذا هو الازرق اللي تعودنا دائما بطولات الخليج اللي 10 مرات، وصول لكأس العالم. احنا يعني متفائلين ونظل متفائلين بان منتخب الكويت قادر على ان يصل ان شاء الله في هذه البطوله، بطوله الخليج الغاليه والعزيزه على قلوبنا. وتلفزيون الكويت ايضا من خلال يعني هذا الفاصل او هذا الاعلان يعني دائما في كل المناسبات المختلفه ليلى يقدم مثل هذه البروموات اللي تكون موجوده. شفنا برومو كاس العالم قبل فتره، الحين هذا البرومو يعني يعطي تشجيع ويذكر بالازرق، واحنا اكيد كلنا مع الازرق. وفعلا حط ايده على الجرح انه هناك تحديات كثيرة تواجه منتخبنا الأزرق، بس هو قدها وقدود. ولذلك عبد الله اليوم راح نستضيف رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي السيد عبد الله الشاهين علشان يجاوب على استفسارات كثيرة ويكلمنا عن استراتيجية الاتحاد لفريق كرة القدم للمنتخب الكويتي والأزرق، وإن شاء الله يعيدون أمجاده. إذا ودكم تشاركون باستفسارات أو عندكم أي مشاركة ممكن تشاركونا على هاشتاغ ليالي الكويت. إن شاء الله من خلال متابعتكم لهذه الحلقة راح نعرف تفاصيل منتخب الكويت، رؤية الاتحاد والاستراتيجية اللي راح يقدمونها خلال هذه البطولة. صدق إن خسرنا بمباراة، لكن هذه البداية. للحين نحن إن شاء الله مع المنافسة كل مالها وتشتد، والمجموعات الجاية في أمل بأن نصل لهذه البطولة ونحصل عليها مثل ما عودنا الأزرق دائما. فعلا نتمنى لهم التوفيق، وعسى الله يوفقهم إن شاء الله ويحفظهم ويرفعون اسم الكويت بإذن الله. إن شاء الله نبيكم تظلون تتابعون هذه الحلقة مع ضيوفها المميزين، فظلوا تابعوها وشاركونا في هاشتاغ ليالي الكويت. وجاسم شاف الجول، العب بالساحة يا كويت.
اليوم في ليالي الكويت. عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مبارك الجميلي، أبو سعد رحالة وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي. في عالم الموضة والتنافس، تصاميم ومنتجات تصدرت العالم وصارت أيقونات يوميا نتعامل معاها والقليل يعرف قصتها. القصة كاملة في آيكونيك مع لولو العسلاوي. مشاركة منتخبنا الوطني بكأس الخليج بنسخته 25. قوم ارفع الراية والهامة يا كويتي الفن والهامة. أهم استعدادات منتخبنا للبطولة واستراتيجية الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن أهم وأبرز الرؤى والتطلعات لمستقبل الكرة الكويتية. كل هذا وأكثر مع عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. الأزرق لعب في الساحة يا كويت، نتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله في بطولة كأس الخليج، الله يوفقهم إن شاء الله. وإذا حابين تشاركونا بأي استفسار أو تشجيع لهذا المنتخب اللي إن شاء الله بيرفع روسنا، ممكن تشاركونا على هاشتاغ ليالي الكويت. والحين نرحب بضيفنا رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السيد عبد الله الشاهين. يا هلا ومرحبا فيك والحمد لله على السلامة أبو شاهين. الله يسلمك ومساء الخير عليك وأخوي عبد الله وأسرة البرنامج، وأنا سعيد بلقائكم. حياك الله، وإحنا سعيدين بأنك خصيتنا بهذا اللقاء. حضرتك كنت بالبصرة اليوم رجعت، وإن شاء الله باكر رايح بالسلامة بإذن الله. مشكور ما قصرت على أنك خصيت ليالي الكويت. لا بالعكس، هذا حق واجب. الله يسلمك. يمكن يعني نبي نتكلم في بداية الحلقة اليوم، عندنا أسئلة وايد، لكن الظهور الأول لمنتخب الكويت في أول مباراة، كيف يرى رئيس الاتحاد؟ عبد الله، أنت مثل ما تعرف إحنا اليوم مجلس إدارة جديد تو متشكل خلال 7 أشهر اللي فاتت، ويحمل إرث كبير أمانة من سنوات لم يكن هناك في رؤية، وطرحنا رؤيتنا بعد انتخابنا في مجلس إدارة وأعلناها في 16/6/2022، وأحد أجزائها اللي هي تطوير المنتخبات الوطنية وأهمها منتخبنا الأول. وانت عارف عملية تطوير المنتخب ما راح تجي بيوم وليلة، بالعكس حطينا احنا فكرة رؤية ل2030، وعدلنا وغيرنا الأجهزة الفنية والإدارية بشكل كامل. اليوم منتخب الكويت يمسك مدرسة برتقالية بدأوا أعمالهم في أكتوبر من هذا العام، يعني حوالي ما صار لهم حوالي شهرين وشيء، وبالتالي صار في إعداد لأول مرحلة الإعداد اللي هي بطولة كأس الخليج اللي احنا نشوفها. طبعا في تجديد بشكل كبير في المنتخب، واعتقد الكل قاعد يشوفه خلال الفترة اللي فاتت انه في تجديد بحوالي اكثر من 80% من اللاعبين. اليوم احنا عندنا حوالي 17 لاعب شاب لأول مرة يشارك في كأس الخليج 25، وفي منهم حوالي 5 من اصحاب الخبرة اللي طعمهم الجهاز الفني لإضافة للاعبين الشباب.
نعتقد ان احنا قاعدين نحاول نقدم مستوى على الاقل يليق في سمعة الأزرق. أعتقد أمس إحنا كانت مباراتنا تلخص مع المنتخب القطري. المنتخب القطري يعني الكل يعرف أنه هو لسه يعني طالع من كأس العالم. حوالي 13 لاعب كانوا موجودين في كأس العالم. وتعرف المنتخب القطري هناك استثمار كبير فيه من سنوات عديدة، من أكاديميات سباير إلى ما وصل خلال الاستعدادات اللي كانت حق كأس العالم. شارك بأكثر من بطولة عالمية، منها كوبا أمريكا، منها التصفيات الأوروبية، وبالتالي احنا نتكلم احنا عن منتخب جاهزيته أكثر بكبير من إعدادك اللي أنت ما تجاوز حوالي 22 حصة تدريبية. احنا فخورين أمانة بمستوى مقاتلين الأزرق اللي صار أمس. صحيح في الشوط الأول كان في ربكة وكمن خطف علينا أول جول، بس احنا نشوف انا سعيد جدا وفخور تماما بمقدمه المنتخب الكويتي في الشوط الثاني اللي حاول انه يصنع عده فرص، واهمها ثلاث فرص يمكن كانت بس لم يوافقهم الحظ في التسجيل. اتمنى ان شاء الله القادم يكون اجمل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ذكرت ابو شاهين وجود 17 وجه جديد، 17 شاب في تشكيله المنتخب في كاس الخليج. الان ربما شفنا لعب المنتخب الكويتي قبل كاس الخليج مباراه وديه مع العراق، اختلفت التشكيله من المباراه الوديه الى الفريق الاساسي. متوسط اعمار اللاعبين ذكرت انت في خطتك الاستراتيجيه انه راح يكون متراوح ما بين 23 سنة، لكن شفنا التشكيلة اللي موجودة الآن اللي قاعد يلعب فيها الفريق تتراوح أعمار اللاعبين ما بين 28 و30 سنة. هل أثر ذلك على ظهورهم الأول في المباراة الأولى أبو شاهين؟ أبي أصلح لك، إحنا اليوم متوسط أعمار المنتخب حوالي 24.3 بسبب الخمسة الخبرة اللي هم فوق 30 سنة، وبعض اللاعبين اللي أعمارهم بين 26 و 27. يعني ما صار في الظهور الأول في المنتخب المباراة الودية اللي صارت في استاد المرفأ في البصرة كان لعدة أسباب أن تغير التشكيلة. عندنا دواعي المرض لأكثر من لاعب يعني حاشته إنفلونزا الموسمية، نتمنى لهم الشفاء العاجل، منهم بدر طارق، شبيب الخالدي، والعديد منهم. كان إبراهيم كميل يمكن أو أمس شارك وهو يعني تو مستشافي من الإنفلونزا. وغير أن احنا عندنا كانت إصابة لاعب مميز اللي هو حمد حربي اللي استبعد بسبب إصابته، وبالتالي هذا اللي أثر على التشكيلة بشكل كامل. بس نبي نأكد على شغلة ثانية، احنا قبل مباراة العراق احنا لعبنا مبارتين وديتين في دبي في المعسكر التدريبي اللي صار في دبي أثناء التوقف في كأس العالم مع المنتخب اللبناني، وفزنا عليه 2-0. وإحنا أمانة يعني المنتخب اللبناني صار لنا 5 سنين ما غلبناه، فغلبناه 2-0 بكامل نجومه. لعبنا مع الجزائر اللي هو المحلي باستبعاد 2 فقط كانوا مستبعدين، اللي حققوا كأس العرب في 2021 وفزنا 1-0. فبالتالي كان وقتها كان ما عندنا الإصابات، بس للأسف يعني فقد المنتخب الكويتي العديد من اللاعبين بسبب الإصابات اللي أثرت أمانة على حتى اختيارات المدرب. ونتمنى يعني الرجال اللي موجودين اليوم ومقاتلين الأزرق، وأنا دائما أقول لهم مقاتلين لأن اليوم هذه الصفة أو الشيء اللي بنزرعه في المنتخب أنك تلعب من الثانية الأولى إلى الثانية الأخيرة بقتال، ما تستسلم، ما تسلم المباراة. وهذا ما حدث يمكن الكل يمكن لاحظ الشباب مغلوبين 2-0 وقاعد يقاتلون إلى آخر لحظة، وهذا ما كنا احنا نفقده أمانة في المباريات السابقة أنه يسلم المباراة للخصم. نعم، يمكن يعني دائما قاعد نتكلم على اللاعبين واللي تحرص انك تسميهم مقاتلين، اكيد بعد الخساره امام قطر التقيت فيهم ابو شاهين، شنو الرساله اللي حرصت انك توصلها لهم؟ امانه انا الرساله اللي وصلتها ان احنا انا فخور فيكم وفخور في ادائكم، خاصه مع منتخب القطري الكبير
اللي يعني اعداده بشكل كبير وعنده يعني فتره اعداد يعني تتضاعف بشكل كبير عن اللي انت انا اعتقد ما زال الامل موجود. احنا للحين موجودين في المنافسه، ما زال الازرق ممكن يقدم مستوى يليق فيه. احنا دائما انا اقول وما زلت انا اقول مهما حتى كانت الخساره، الخساره تقويكم لان انتم عندكم امكانيات كبيره وعندكم مهارات كبيره. انا اعتقد وما زال هناك الكثير للاعبين او مقاتلي الازرق انه يظهروها خلال المباريات الثاني. احنا الحظ ما وف يعني ما كان نصيبنا بالامس، اما اذا كان الفرص اللي تحققت وقدرنا نسجل في العكس كان الموضوع مغاير حق الوضع اللي نتكلم فيه الحين. نعم، هذول المقاتلين على قولتك لابد ان وراءهم كذلك جمهور كبير يدعمهم، شلون شفت تفاعل ودعم الجمهور حق الازرق؟ انا يعني فخور طبعا، يعني مهما نقول مهما نتكلم عن الجمهور الكويتي بشكل كامل وشون دعمه حق الأزرق. يمكن أمس عدد الباصات اللي وصلت حوالي أكثر من 14 باص أنه يجون ويحضرون ويروحون. يمكن هم كانوا موجودين في جزء معين من الاستاد حسب الحصة اللي أعطانا إياها الاتحاد الخليجي حق جماهيرنا، وعلى الرغم من أن الجمهور كان مليان، الجمهور العراقي اللي كان مشارك في الاستاد، بس صيحة جماهيرنا كانت هي الأعلى. فأنا يعني بهالمناسبة أشكرهم جدا على وقوفهم مع المنتخب، وبنفس الوقت يعني تحملهم مشقة الطريق وبهالبرد والجو بارد هناك أكثر من هني. وأنا أتمنى أنه يعني بنفس الوقت أن نشوفهم في مباراة الإمارات بإذن الله. ان شاء الله يا رب. اذا بنرجع شوي يعني للايام اللي سبقت انطلاقه هذه البطوله، كان الاتحاد يتكلم عن بعض العراقيل او بعض الصعوبات اللي كانت تواجه خليجي 25، شنو كانت الاسباب؟ قصدك عن اقامه خليجي 25 ولا العراقيل اللي عندنا؟ اللي عندنا احنا احنا اللي عندنا كان اهمها ان قصر فتره الاعداد. يعني بالنسبه لنا الجهاز فني جديد، كل اللي مثل ما ذكرت لك ان عدد الحصص التدريبيه اللي قاعد مع المنتخب وفريق جديد حوالي 22 حصه تدريبيه متوزعه بين فترات، يعني منها حوالي 14 حصه او 15 حصه في معسكر دبي وست حصص قبل ما نروح الى مباراه البصره مع المنتخب العراقي. فبالتالي فتره الاعداد جدا قصيره لجهاز فني جديد، وانا اعتقد الكل اليوم ومعظم الفنيين اللي قاعدين يقيمون المنتخب قاعدين يشوفون شكل جديد في بصمات للجهاز الفني، وانا اعتقد حتى مدرب المنتخب بنتو في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه اللي امس ذكرها، قال احنا بالنسبه لنا لا تحكمون اليوم على المنتخب. هو قال المباراه الجايه راح تكون نهائي بالنسبه لنا. أنا أتفق معه، وأنا يمكن قبل ما نتكلم أنا كل مباراة هي بطولة بحد ذاتها، سواء كانت اللي أمس فقدناها أو البطولة اللي قادمة الإمارات أو البحرين، بالنسبة لنا هي بطولات. إحنا رايحين نلعب باسم العلم، فما راح نستسلم حتى لو لا سمح الله أي ظروف تحصل، إحنا لآخر يوم راح نقاتل فيه. هذا بالنهاية الأزرق، إحنا رايحين نمثل الكويت وما راح نسلم أحد بالسهل. نعم، الآن ربما تكلمتوا عن تصريح المدرب بالنسبة للمنتخب، هناك عتب من الوسط أو من جماهير الوسط الرياضي يقول لك أن الاتحاد الكويتي يمنع وسائل الإعلام من نقل المباريات بحجة عدم التشويش على اللاعبين الآن، ويقول لك بعض النقد ربما يكون بناء وليس يكون الهدف في المساس أو تحبيط همة اللاعبين، ردك أبو شاهين على هذا الموضوع؟ أنا ما سمعت هذا صراحة، أن إحنا منعنا وسائل التواصل أنها تنقل المباريات. أنت عارفة أن يمكن تلفزيون الكويت أمس وقع مع الشركة اللي مانحة اللي معاها حقوق دوري خليجي 25 وشرت الحقوق. أنا ما أعتقد يقدر أحد أي جهاز إعلامي ثاني إلا لما ينقل هذا الجهاز يشتري الحقوق وبالتالي يقدر ينقل، فالاتحاد لا سلطة عليه في هذه،
لأن حقوق دوري خليجي 25 هي حقوق محفوظة للشركة AMG اللي شارية الحقوق من الاتحاد الخليجي، وبالتالي الاتحاد الكويتي لم يمنع أي أحد أن ما يشوف مباريات المنتخب. تبي تشوف فالتلفزيون الكويت موجود. نعم أكيد. دائما لما نتكلم بشاهين على كأس الخليج يعني يكون في صورة بأن اليوم الاستعداد لكأس العالم، كأس العرب، كأس آسيا يبدي من صحيح. كأس الخليج. شلون تشوف هالفكرة؟ كلامك سليم. وأنا وهذا شيء سؤال جدا مهم. إحنا نتكلم عن خطة إعداد المنتخب، وخلال الفترة اللي فاتت جينا ولقينا بطولة 25 موجودة، وهي من ضمن إعداد المنتخب لتصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. احنا رؤيتنا ان احنا نستمر في المنافسة وننافس في كل البطولات، وان نكون موجودين في كأس العالم 2030 باي يعني بحسب اللي احنا مخططين له. بس هذا مش معناته احنا ما راح ننافس في 26. ففي برنامج اعداد اليوم اوريدي تم اعتماد المجلس الإدارة اللي هي بالنسبة حق مشاركتنا في 25. عندنا في شهر 3 القادم في الإمارات بطولة غرب آسيا راح نشارك فيها. عندنا معسكرات تدريبية في الصيف للمنتخب الأول، وكذلك الأولمبي للمشاركة في تصفيات أولمبيات باريس. عندنا بعدها الأولمبيات الآسيوية، عندنا بعدها تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم. فبالتالي عندنا سنة 2023 و2024 هي حافلة في مسيرة الأزرق. فبالتالي الإعداد احنا دائما نقول الإعداد يبدي من خليجي 25 إن شاء الله. ممتاز. بالنسبة للإعداد نفس ما تفضلت، ربما أهم عنصر في الإعداد وتكوين فريق يليق باسم الأزرق وأمجاد الأزرق يبدأ من الأندية، فكيف ترى توفير البيئة المناسبة للاعبين في الأندية؟ هذا سؤال ملغوم. لا هذا من ضمن خطتكم المفروض. شوف يعني خلينا نكون واضحين، يعني الاتحاد الكويتي لكرة القدم لا يعمل بمعزل عن جمعيته العمومية، واحنا يمكن متواصلين الكثير مع الجمعية العمومية والأندية بخصوص تطوير كرة القدم. يمكن احنا اتفقنا على تطوير المسابقة، ولأول مرة اليوم مسابقة الدوري اللي هو دوري زين بالشكل الجديد اللي هو القسمين والبلاي أوف، وهذا شيء مهم. اليوم في دوري محترفين لا يوجد لاعب يلعب في الدوري زين من غير عقد احتراف، واضح المعالم لحفظ حقوق الأندية وحفظ حقوق اللاعب. وبالتالي المسابقات هذه راح تطور في اللاعبين نفسه. احنا نعتقد ان للدولة دور كبير، وان يكون لها رؤية في تبني موضوع الرياضة بشكل كبير بدعم الأندية. الدعم اللي موجود اليوم حاليا للأندية لا تكفي لتطوير كرة القدم، وأنا رئيس اتحاد كرة القدم وأنا عارف شو أقول، لأن لسبب واحد، لأن أنا قاعد أشوف منتخبات اللي موجودة. أنا أعتقد لازم يكون في رؤية للرياضة بشكل عام، وهي تطلع من الدولة، وبالتالي لازم يكون الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية مشاركة في هذه الرؤية. وشيء طبيعي لازم يكون الدعم الحالي الموجود لن يوفي بأي حال من الأحوال لتحقيق إنجازات قادمة. بما أنك تكلمت عن الدوري وتكلمت عن رعاية الدوري كذلك، حتى الآن ما هي الحوافز التي تقدم للاعبين والأندية؟ شلون تشوفها؟ لا، موضوع الدوري، أنت دوري زين تعرفين هو في شركة حصلت المزايدة، هذه المزايدة راح تساهم في تطوير الاتحاد وبنفس الوقت زيادة مكافأة الدوري، وبالتالي الأول راح يحصل على جوائز مضاعفة عن السابق، غير ذلك الجوائز اللي تتحصل خلال أسبوع اللي هي الجولات الخاصة في الدوري اللي قاعد يأخذها، وكذلك اللي يحصلها الجمهور. وهذه الرعاية هي جزء أساسي من المنظومة. إحنا نتأمل أن كل منافسة أو كل مسابقة يكون لها راعي، بالتالي هذا جزء من المسؤولية الاجتماعية اللي تقدمه الشركات العامة والخاصة في الرياضة. نعم. إحنا قبل ما نكمل بعد معك باقي المحاور اللي مخصصين حلقتنا اليوم، راح نطلع ويا المشاهدين نشوف معاكم هذا التقرير اللي يتكلم عن الأغاني المرتبطة
بالمنتخب الكويتي واللي تعودنا نسمعها أكيد خلال فترات خليجي المختلفة. خلينا نشوفها ونرجع وياك. تمر الأيام وتبقى الذكريات الجميلة، ومع كل نسخة من بطولة كأس الخليج نتذكر أغاني ترجعنا لتفاصيل البطولة. مشاركة منتخبنا ومع كل نسخة من بطولة كأس الخليج يتفاعل الجمهور بهالأغاني ويشجع فيها المنتخب. وصارت هالأعمال جزء من تاريخ البطولات. مرحبا فيكم من جديد، وشفنا الأزرق وإن شاء الله الكاس بإذن الله. إن شاء الله نرجع لمحور حديثنا مع ضيفنا أبو شاهين. يمكن راح نتكلم عن استراتيجية الاتحاد، لكن قبل لا نتكلم عن استراتيجية الاتحاد ودنا نتكلم عن فترة توليك اتحاد كرة القدم في الثمانية أشهر هذه، كيف تقيم الأداء؟ شاكر لك على السؤال المهم في اليوم. ما في شك، أنا ذكرت لك بساعة إحنا وضعنا استراتيجية متكاملة ل2030. الاستراتيجية عبارة عن أن ننهض بالكرة الكويتية اللي تصبح فخر للكويتيين من خلال إنشاء منظومة احترافية، وفعلا إحنا قمنا بالعمل فيها من خلال دوري المحترفين، من خلال نشر لائحة أوضاع اللاعبين واللي تحفظ حقوق الأندية واللاعبين، تطوير منظومة الحكام، تطوير الجانب الفني في الاتحاد من خلال وضع استراتيجية طويلة الأمد، من خلال مراحل متعددة لها أوقات معينة لتنفيذها. وأنا أعتقد أنا شخصيا ومجلس الإدارة أعتقد راضين خلال 8 أشهر أن أنجزنا بالشكل هذا. إحنا اليوم نص الموسم، وأنا أعتقد الموسم القادم يعني بداية الموسم الجديد بعد كأس الخليج راح يشتد المنافسة، لأن يمكن المميز في هذا المسابقة أن اليوم الأخير أنت ما تعرف من هو بطل الدوري، لأن المنافسة مستمرة إلى آخر يوم. وأنا أعتقد في مرحلة تقييم للاستراتيجية بشكل سنوي، وهذا اللي يهمنا أن نقيم أدائنا. في نقطة جدا مهمة، الكويت هي راح تستضيف خليج 26، وإن شاء الله راح يكون في اجتماع في يوم 13، هذا خبر حصري. حصري نعم. اجتماع في يوم 13 يناير. إن شاء الله في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية باعتماد الموعد النهائي في إقامة خليجي 26 اللي راح يكون إن شاء الله بالكويت. فبالتالي إحنا 2023 عندنا يعني فيها أداء حمل ثقيل بالضبط. إن شاء الله وانتو قدها وقدود بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إحنا بنتكلم شوي على اختيار المدربين واختيار يعني فريق فني عالي المستوى، إيش كثر يوافق هذه الاستراتيجية اللي حاطينها خلال هذه الفترة؟ طبعا احنا يعني لما عملنا احنا كان عندنا مجموعه من المستشارين الفنيين اشتغلوا معنا في بدايه الاستراتيجيه، وبالتالي تم اختيار المدرسه البرتغاليه وخصوصا المدربين الموجودين، لان قدرتهم على التعامل مع الفريق الشباب لصناعه منتخب جديد. وبالتالي كان طلعنا على سياسه الاتحاد البرتغالي في تشكيل منتخباته وشلون صناعه المنتخبات فيها، فاحنا ارتئينا ان هذه المدرسه هي اللي تناسبنا بما حققتها من انجازات، سواء كانت هي تصدر مدربين او تصدر
لاعبين للأندية الأوروبية والأندية العالمية، وبالتالي ارتاح الاتحاد الكويتي كرة القدم أن ينضم إلى هذه المدرسة البرتغالية اللي تضع لها استراتيجية طويلة الأجل في تدريب جميع المنتخبات الخاصة بالاتحاد. نعم، تتكلمت عن مراحل الاستراتيجية إلى سنة 2030، ما هي المراحل وهل تتوقعون أنكم تطبقون هذه الاستراتيجية وتوصل لها حتى قبل 2030؟ أنا أتمنى أمانة أن يعني ودنا نحقق 100%. بس أنا مثل ما ذكرتش 100% جزء من الاستراتيجية أنك أنت تشتغل ضمن منظومة عمل. صحيح. هي اتحادات، هي أندية، هي حكومة، هي قطاع خاص. فمتى ما كان كل المنظومة هذه تسعى في تحقيق هذه الاستراتيجية بالتالي تقدر تحققها 100%. احنا كاتحاد راح نحاول نحقق الحد الأدنى منها من هذه الاستراتيجية. احنا حققنا جزء كبير من القرارات من خلال الإمكانيات الخاصة بالاتحاد، والحين يمكن خلال الفترة القادمة راح ننشئ أهم شيء في الاتحاد وما هو في الاستراتيجية اللي لا علاقة بصناعة المواهب، اللي هي أكاديمية الأزرق اللي هي مع الفيفا، بإنشاء أكاديمية الأزرق اللي راح تكون منتشرة في المحافظات لاستقطاب الموهبين اللي هم من 7 سنوات إلى 14 سنة. وهذا يعني هم الاتحاد اليوم أن احنا فعلا نساهم بصناعة لاعبين جدد، بإضافة أن احنا نساعد الأندية في هذه المنظومة اللي نقدر نصنع فيهم لاعبين يقدرون يخدمون المنتخبات الوطنية. نعم، يعني الحين مثل ما تفضلت أبو شاهين بأن سنة 23 فيها الكثير من المفاجآت والأشياء الجميلة للكرة الكويتية والرياضة الكويتية، الاستعداد والمراكز الخاصة بالشباب راح تكون موجودة، وإن شاء الله أيضا خليجي 26 راح يكون عندنا في الكويت، فكل هذه الأمور تحتاج أكيد استعدادات على مستوى الإداري الفني المنشآت المختلفة عندنا بالكويت. فإحنا يعني بدورنا كإعلام كويتي نتمنى التوفيق لكم كاتحاد لتطبيق هذه الخطة، وأيضا نبي توعد المشاهدين والجماهير الكبيرة الكويتية مع هذه الاستراتيجية وين منتخبنا رايح. تسمح لي نتكلم إحنا طبعا. يعني أمانة يعني لما تيجي وتمسك منظومة نفس اتحاد الكرة وتشوف شنو النتائج خلال فترة 20-30 سنة، يعني تكون عندك مسؤولية كبيرة أن تعمل التغيير. وأنا أعتقد الكويتيين يعني قادرين على التغيير، مو بس أنا كرئيس اتحاد أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، الكويتيين كلهم بحاجة إلى تغيير وبحاجة أن يشوفون الأزرق يقدر ينافس على الأقل ويقدر يشارك بشكل صح ونكون نحتل مكانة جديدة. أنا أعتقد الأمل موجود، ما زال موجود، وبدام الأمل موجود يعني أنا متأكد يوم من الأيام أن إحنا راح نفرح. إحنا قاعد نشتغل أمانة الليل ونهار أنا وإخواني مجلس الإدارة وكذلك الجمعية العمومية اللي أمانة ما قصرت في الدعم الغير المحدود في دعم كل أفكارنا اللي إحنا قاعد نحطها اليوم على الأرض. أنا أعتقد إحنا قادرين خلال الفترة القادمة نشوف منتخب أو منتخباتنا على الأقل الوطنية تكون منافسة في كل البطولات القادمة بإذن الله. بإذن الله وعساكم على القوة. لكن نفس ما تفضلت الآن الإدارات المختلفة على مدى 20-30 سنة اللي فاتت، ما الفارق؟ أنا يعني أعتقد الإدارات في منهم من قدر يحقق إنجاز ولم يستمر، ومن من قدر لم يحقق إنجاز وما استمر. كمان أنا يعني أنا أعتقد أن المجلس الإدارة القادم هو وضع رؤية، وأنا أعتقد يعني الرؤية كانت واضحة، المعالم واضحة ل2030 وعرضناها على الوسط الإعلامي والكل قيمها، وفي من رضى فيها وفي من لم يرضى فيها، أو من يعني أشفق علينا من أن احنا حاطين استراتيجية ثقيلة علينا. أنا أعتقد ومثل ما ذكرت لك بساعة أنه احنا وضعنا استراتيجيه، هذه الاستراتيجيه لازم مع المنظومه كامله. صح. يعني المنظومه كامله هذه رسالتك راح توصل ابو شاهين. منظومه كامله احنا نقدر عندنا قدره
أن نعمل الحد الأدنى لخدمة كرة القدم. الرؤية الأكبر هي بيد الدولة أن هي تعيد نظرها في أن الرياضة هي أهم أولوياتها. إن شاء الله يا رب. نبي يعني في نهاية اللقاء توقعاتك لخليجي 25 منتخب الكويت، المنتخبات المشاركة جميعا. إن شاء الله أتوقع كل خير، راح نشوفه بالبصرة إن شاء الله بإذن الله. توقعاتك لمباراة الكويت والإمارات عقب باشا؟ أتمنى أن نقدم مستوى جيد يناسبنا ويناسب إمكانيات لاعبينا بإذن الله. كلمة أخيرة حابة توجهها؟ شاكر لكم جدا. الشكر موصول لك أبو شاهين عبد الله الشاهين، شكرا جزيلا لوجودك معنا وعلى رحابة صدرك. شكرا. ما قصرت. احنا راح ننتقل الحين مشاهدينا لفقرة المنارة، بيت المنارة، ونرجع نكمل معاكم ليالي الكويت. خلكم معنا. تكلمنا عن أنواع الذهب، تكلمنا عن قصيدة تراثية قديمة دائما يشيلونها أيام الملشة وأيام الدزة، تكلم لكم عن العرس. العرس شلون؟ العرس ملابسهم قبل يا إن يلبسون زريان مثل هذا زري، ثوب زري، أو يلبسون المطرزات. المطرزات هذه يلبسونها العرايس ويلبسونها اللي الله معطيهم. طبعا هذا درز زري أصلي، يلبسون الذهب. العروس أول ليلة زفوف يزفونها، ثالث يوم يسوون لها يوم ثالث، يوم ثالث يلبسونها الثوب الأخضر هذا. شفتوا الأخضر هذا المزري المطرز؟ هذا تلبسه العروس وتكشخ، يحطوا لها كرسي. قبل الناس ترى ما عندهم كراسي، يحطون كرسي حق العروس والحريم قاعدات على الزلة الحمر ويشوفونها فالة الشعر ومتزينة وجارة الكحل وحاطة الحمرة الحمراء ولابسه الذهب ولابسه المعرة ولا المنتخب وحاطة هل محزم، محزم أبو طاووس، ولابسها الذهبان، وتقعد ويجونها حريمها وخالاتها وعماتها يسلمون عليها ويباركوا لها. ليش؟ لأن ليلة العرس ما حد يشوف العروس، يسكرون عليها بالدار. العروس قبل يفاجئونها أساساً، يقولون لها الليلة عرسك وهي ما تدري، ما لها رأي. يدخلونها الغرفة يسكرون عليها، ما حد يشاهدها ولا حد يشوفها، هذه عروسنا قبل. شلون العرس؟ العرس ما عندهم قاعات ولا صالات ولا عندهم سالفة أن أحد يجيب لهم شغل وتنسيق، ما في. كانوا جيرانهم، هذا يعطيهم صحن نشاب، وهذا يعطيهم مبخر، وهذا يعطيهم مرش، وهذا يأخذون منه حصير، وهذا يأخذون منه زولية، وهذا يأخذون منه بساط، يفرشون حويشهم ويعلم بعضهم بعض. وقبل ما كان في تلفونات ولا كان في مسجات، لكن الناس مترابطة مع بعض، محبين البعض، يتجمعون ويدرون إن ليلة الفلانية ليلة عرس فلانة، كل واحدة تجيب اللي عندها، اللي تجيب لها مرش، واللي تجيب لها مبخر، واللي تجيب لها الشغلات هذه، تجمعون يطبخون عشاء العرس من العصر. إهن اللي يطبخين، ما حد يطبخ، بحوش المطبخ يحطون الجدور الكبار، أمهات حلاق، ويحطون صحن أبو كرسي، ويحطون الصحن ملبس القضار القديم،
ويزينون أمورهم كلها ويحطون الصفين ويرقصون عقب أذان العشاء. طبعاً عقب ما يحطون العشاء مو مثل الحين عشاهم يتعشون الساعة 11 ونص 12، لا، لي قال الله أكبر العشاء حاطوا عشاهم، لا سماطات ولا قفاش ولا شيء، صحن ملبس عليه عيش ولحم ويحطونه ويصبون المرق من الجدر رأساً، يفترون فيه على صحونك لو خلصوا، كل واحدة تعاون الثانية يشيلون الصحون يودونهم حوش المطبخ، يحطون الصفين ويغنون صف قبال صف، إن كانهن أربع وإن كانهن ست وإن كانهن خمس ماكو مشكلة، شالوا القصيد. شو يقولون؟ يقولون مباركين عرس الاثنين، ليلة ربيع وقمرة، يا فلان عن المعرس، يا فلان واذبح خروفين ولا عليك الملامة، وإن شاء ما من خروفين عيش وكثري دامة، كل شيء يمشي. عروس قبل تعلمنا التكاتف شلون كانوا، ما عندهم شيء على قد حالهم، شلون كانوا يتكاتفون وإيد واحدة في الفرح وبالترح. الترح يعني صير عندهم عزاء، أحد مريض، أحد تعبان، واحدة والدة ما لها أحد يشيل عيالها أو يطبخ غداها، جارتها تجي تركض تحوف بيتها وتحوف عيالها وتسنعهم وترد لبيتها بعد تشتغل فيه. وبالأفراح هالعروس هالتجمع صكون على رعية البيت، ما يخلون عليها قاصر، احتياجاتها دايم ملباة واقفين معها، ما كان في خدم. احنا نتعلم التعاون، نتعلم المرحمية بيننا، الجار للجار والأخو للأخو والأخت للأخت. يليت نرد مثل قبل، أتمنى. انتظروني في فقرتي الجاية من بيت المنارة. عمي خلني أمشي خلاص، ترى بنتك الخقاقة بهدلتني، شنو ترى كلنا عيال تسعى ليش تسوي فيني كذي؟ فنان خليجي قدر يتميز بتقديم كاركترات متعددة بالعمل الدرامي الواحد. ايش فيك تعبك معرفة؟ مسوي بسوي انا. اشتهر اكثر وحقق نجاحات بسلسلة سوالف طفاش الدرامية. مغامرته بالافلام السينمائية خلته يقترب اكثر من الجمهور الخليجي. يصير اعطيكم خضرة بدل بيزاتي؟ شنو؟ انت تعطيني خضرة؟ تشايفني غنم؟ لا يمكن عبالك غنم، انبلغني ما انبلغ. يواصل نجاحاته بمشاركته بعمل فني جديد له. إيه أصلاً أنا بعيوني مختربين ما أشوف عدد. وين حمدان؟ حمدان صدقني ما أشوفك حمدان. الفنان البحريني خليل الرميثي غداً في ليالي الكويت. أحياناً فيهم لب ذكاء. يقولون أبو علي كان مسؤول أكشر. بالنسبة للتلفزيون بيتي الثاني، لأن أنا أؤمن هناك قائد فاشل، ما في جيش فاشل. غدا في دهن العود مع سعود. رحلتي إلى تايلند وتعتبر مالديف تايلند، الأجانب يسمونها مالديف تايلند. ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، صاحب رسالة بتقديمه للمحتوى والرسائل الإيجابية، وأيضا حطيت علم الكويت، وطبعا هذا الشيء أفتخر فيه، وكتبت اسم الكويت. مؤثر بطرحه للمواضيع اللي تهم متابعينا. راح نتكلم معاه عن رحلاته والكشتات اللي يقضي فيها أغلب أوقات يومه. مبارك الجميلي بوسعد، رحالة وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي.
ضيفنا الجاي عبد الله معروف في السوشيال ميديا، رحالة وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي ومشهور لجمهوره. فاللي حاب يتواصل ويشارك أو يوجه أي كلمة المساعد ممكن يشارك فيها على هاشتاغ ليالي الكويت. والحين نرحب في مساعد. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا ومرحبا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. الله يحفظ الكويت ويجعلها بلد أمن وأمان. الله يحفظ أمير الكويت سيدي صاحب السمو ومده بالصحة والعافية، اللهم آمين، الشيخ نواف الأحمد الصباح ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والله يحفظ الشعب الكويت والمقيمين على هذا البلد الطيب، اللهم آمين. أبو سعد، حضرتك كنت في وزارة الداخلية، تركت وزارة الداخلية تقاعدت، ومن وزارة الداخلية إلى السوشيال ميديا، شلون؟ بدايتي بالسوشيال ميديا أو انطلاقتي بالسوشيال ميديا كانت بالصدفة. أنا كان بدايتي كان عندي إنستغرام ونزل صور عادية، يعني ما كنت أفكر إني أوصل للشهرة هذه. فجاء برنامج سناب شات، عرفت من ربعنا، قلت شنو هذا البرنامج؟ قال شنو، سجلت فيه وقعدت أصور. فالبرنامج هذا خصوصاً يكون مباشر، يعني ما يكون فيديو تسوي له دوبلاج وتحضره وتسوي، كان مباشر. فمن اول تصوير له وقفت. انا قلت لما ادخل يعني في هذا المجال خذيت عهد على نفسي لازم اكون انا اللي اكون انا نفسي، لا تصنع، طبيعي بطبيعتي على طبيعتي لا تصنع. فشوي شوي قمت أصور يعني على فالية، ولا كنت أفكر بالشهرة ولا كنت أسعى للشهرة. لكن بعد فترة تقريبا 6 شهور أو 7 شهور حسيت أني لو طلعت بالشارع هذا يسلم علي، هذا ينظر لي، هذا يسلم علي، هذا يصور معي، فشيء جديد علي. أنا كنت أروح لأي مكان وأرجع ما حد يعرفني، فقلت لا الشهرة هذه أنا ما أبيها، خلني أرجع كما كنت وما أبي أصور. فلغيت تقريبا كل شيء، قعدت لي 3 شهور لغايه ما الوالده الله يحفظها قالت صار لك فتره الحين ما ادري منو اللي يسليني علشان اشوفه روحات. قلت ما تبيني ارجع؟ قالت قلت خلاص. ورجعت بالسوشيال ميديا وانطلقت في هذا المجال. طبعا هذا عن طريق السوشيال ميديا، في برامج السوشيال ميديا. لكن شلون ابو سعد يعني كنت يعني من مشهور في السوشيال ميديا الى رحال؟ نعم. شلون جتك الفكره الى رحال يعني ورحت في صرت من عضو ومؤسس جمعيه الرحاله الكويتيه؟ هذه اللي راح نتكلم شوي الحين عنها ابو سعد. يعني ابو سعد احنا بالكويت عندنا مجموعه من الشباب اللي قاموا يسافرون ويطلعون ويفترون بين البلدان المختلفه، لكن يعني مفهوم الرحاله هل يطلق على هؤلاء الشباب؟ واليوم عندنا يعني جمعيه خاصه بالرحاله الكويتيين. حلو. في شوف الشخص اللي صار يروح سياحة متعدد السفر ما ينقال رحال، لكن إذا راح يكتشف مناطق جديدة مناطق بعيدة ويدونها فهذا يكون رحالة. الحين أجاوبك شلون أبو سعد يعني صرت رحالة. فيوم من الأيام وأنا أتصفح اليوتيوب فشدني الجملة أو عنوان فيديو كويتي فيه، فقلت خلنا نشوف شنو كويتي فيه، هذه كلمة وطنية كويتي فيه. فاللي مكتوب كويتي في فيتنام، كويتي في عفوا الدوله الثانيه تايلاند، طقيت عليه وقعدت اشوفه. الا منو؟ الاستاذ الفاضل واخي العزيز طلال البحيري. فعجبت في هذا الفيديو وقعدت اشوف فيديوهاته، واللي عجبني اكثر يعني اخوي طلال البحيري ما كتب يعني طلال البحيري فيه او طلال فيه مثل كثير من الرحال هذول، لا بدا اسم الكويت الكويتي فيه. فاعطاني الهام يعني اعطاني تشجيع ومصدر، قلت ليش ما اصير نفس اخوي طلال البحيري واصير رحاله. فصارت الفكره هذه في بالي، وقعدت لما اروح احس اني انا كويتي فيه، على اساس ارفع اسم الكويت واخذ يعني من مثل ما تقول اسم كويتي رحل ويقدم محتوى جيد باكتشاف المناطق الجديدة. نعم. وبذلك نفس ما تفضلت أسست الجمعية الرحالة، كم عضو فيها؟ لا عضو في بدايته يمكن أكثر من 150 عضو بدايته، وهو رئيس الجمعية السيد الأخ
محمد العازمي أبو راشد هو رئيس جمعيته وأسسوا الفكرة وتجمعنا في مكان واحد على أساس نأسس هذه الجمعية وتأسست هذه الجمعية. وبقولكم نقطة بخصوص الجمعية هذه الجمعية جمعية الرحالة الكويتية قيمة جدا لدرجة جت أعتقد هيئة السياحة في الأردن أو وزارة السياحة في الأردن وجو إلى هذه الجمعية قالوا نبي جروب من رحالة الكويت الموجودين عندكم نأخذهم على حسابنا طيران أكل شرب ونوديهم للمكان السياحي علشان ينشرون تراثنا وينشرون سياحتنا. وأنا من ضمن المدعوين في هذه لكن لظروف أمي الصحية اعتذرت منهم. وأيضا تونس تونس الخضراء في هيئة السياحة هناك اطلبوا منا مجموعة يعني من مجموعة الرحالة الكويتية على أساس ينشرون السياحة هناك وينشرونها في أعضاء جمعية الله. وأنا كنت من المدعوين أيضا لكني اعترضت في لسبب ظروف والدتي. وأيضا في الأعضاء هذه فيها ناس رحالة بمعنى الكلمة يعني أفضل مني تقريبا بألف مرة أفضل مني ولكن ما حصلت فرصة يعني إعلاميا أنهم يظهرون. وأتمنى من وسائل يعني الإعلام الرسمية القنوات الرسمية والمحلية أنهم يسلطون الضوء على إخواني الأعضاء في جمعية الرحالة إن شاء الله يا رب الله يوفقهم كل الأعضاء اللي موجودين في هذه الجمعية. ذكرت الوالدة أكثر من مرة الله يحفظها شلون صحتها طمنا عليها؟ الحمد لله بشرك بخير الحمد لله توها مسوية عمليتين وطيبة الحمد لله. نعم دائما تصورها في السناب شات وأنت تطبخ لها تطلعون كشتات البغل المختلفة ويمكن خلال فترة كورونا وهذه الأزمة الصعبة على الكل كنت مرافقها في رحلة العلاج وتفاصيل يعني هذه الرحلة كلها نقلتها للأمور. نعم تفاصيل العلاج هي أصيبت بعيد عنكم الشر في الغرغرينة ويعني مرض الغرغرينة تقريبا معادل خطورته في مرض الكانسر الله إن شاء الله يبعد عنا الجميع. حصلت فيها الغرغرينة فأنا كنت قبل كثير الترحال في مملكة تايلاند وقبل لا أطلع يعني من تايلاند أعود للكويت كنت أزور المرضى اللي هناك موجودين يعني خلال اليومين أزورهم وأشوفهم وأتطمن على حالاتهم. فعرفت هناك في علاج للغرغرينة ممتاز. بعد ما صابتها كانت في ظروف كورونا وكانت صعبة وكانت تايلاند مسكرة فصبرت لغاية ما افتحوا وخذيتها هناك وتقريبا قعدت سنة في تايلاند علاجها لحد ما تشافت ورجعت ولكن قدر الله ما شاء فعل رجعت لهم الحين انا قاعد اعالج. الله يشافيها يا رب. لكن انا قصدي ايش كثر هذه الاشياء مهمه تنقلها اليوم للجمهور من خلال السناب شات لما الجمهور يشوف اليوم ابو سعد يهتم اكيد ويبر بوالدته. هل هذه رساله مقصوده حاب توصلها لكل متابعينا؟ متعمد انا اشوف ولله الحمد بخصوص اهلي وبيتي هي خارج عن السوشيال ميديا. ليش هذه خصوصياتي وخصوصياتي ما أنشرها أبداً صح. ولكن أتعمد ما بين فترة وفترة أقول الحين أنا معي أمي طالع على البر أنا معي أمي والله مسافر للسعودية أنا معي أمي موديها للسوق أنا كذكرى. ليش؟ لأن البعض مو مقصر يعني مع أمه مو مقصر ولكن تأخذهم مشاغل الدنيا صحيح. عنها فيصير يعني فاصل بينهم تقريبا او وقت تذكرهم حضرتك بان نعم لازم اذكرهم انا اذكرهم شوف خليني اقدم نصيحه لاخواني جميعا واقول للي مهمل يعني والديه او البعض وقله هني بالكويت يعني البعض اللي حاط امه في دور الرعايه او مخليهم بالمستشفى خلاص انهم يروحون اذا انت اهملت امك اهملت ابوك والديك شنو ترجي من الدنيا؟ تبي تفرغ للتجارة؟ تبي تفرغ لأسرتك؟ تبي تفرغ لعملك المنصبك؟ الإنسان إذا راجي التجارة ما الله يوفقه إلا بإحسان الوالدين. يبي منصب عالي ما يتوفق إلا يبي ذرية صالحة ما يتوفق إلا بإحسان الوالدين. فنذكر الآية نقول لأبنائنا خصوصا أبنائنا الصغار طموح قدامكم تبي توفقون بإحسان للوالدين. نقول نصيحتي هذا نخلي كلام خلنا نقول يعني نذكر الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه والدين إحسان
أكيد عبرتك غالية ويعني تأثرك شيء طبيعي دائما يكون للوالدة وللوالدين. أكمل هاي. تفضل. وغضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانه فما يبلغن عندهم الكبر أحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة. فيعني هذا كلام اللي يعني مهما الوالديه ولا قاط والديه، والديك شو يبون منك؟ ما يبون منك شيء، خلاص انت ناجح في حياتك ما يبون منك شيء، يبي يشوفونك، يبي يشوفون احفادهم وهذا حق لهم. فشلون تترك اهلك، تترك والديك في دار المسنين ولا في مستشفى ولا هذا، شلون تبي الله يوفقك؟ احنا شنو نرجي؟ نرجي الجنه. صحيح. فالبركه والجنه كانت بيدك، تروح ترميها في دار المسنين وتمشي في حياتك، وين تبي البركه؟ وين تبي الجنه؟ الا بالاحسان الوالدين. عسى الله يحفظ لك والدتك ان شاء الله ويشافيها ويعافيها ويحفظ والدينا ان شاء الله، وان شاء الله رسالتك هاتفه تكون واصله لجمهورك باذن الله. اذا هذه الرساله الهاتفه احد الرسائل اللي انت تسعى لتوصيلها، هل تتعب على المحتوى اللي تقدمه ابو سعد على اساس توصل رسائل ومحتوى قيم لجمهورك؟ طبعا اكيد راح اكون حذر جدا. ليش؟ لان برامج التواصل الاجتماعي البعض ما أخذها أني خلاص أبي فلاورز، خلني أقدم أي واحد فلاورز. لا، هي مسؤولية كبيرة. شلون مسؤولية كبيرة؟ الدليل على ذلك لما يكون محتواك مثلا حادث، محتواك إيجابي، فش يقول الأبو ولي الأمر؟ شو يقول حق أولاده؟ يقول يا أولادي تابعوا مثلا فلان وسووا مثله. أني خلاص قط المسؤولية عليك وصارت مسؤولية عليك وذنب عليك. فدائما احرص على المحتوى، اني اقدم محتوى جيد، محتوى هادف، والا اترك السوشيال. اكيد. وفلان دائما اللي يتابعون ابو سعد يقول لهم كيفي انا متقاعد. اي هذه لا رحت مثلا سافرت ولا شيء اقول كيفي متقاعد، انتم بصمتكم بالدوام انا بصمتي بالطياره. إذا كلمة تقولها للمتقاعدين أبو سعد، أنت دائما تقول كيفي متقاعد، ويمكن تشوف المتقاعدين اللي ما يسوون شيء في حياتهم، شنو الرسالة اللي توجهها؟ أنا أوجهها لرسالة للي مقبل على التقاعد. نعم. شوف، إذا ما عندك تجارة، ما عندك حلال يعني تربية أغنام ولا هذا، ما عندك شيء، نصيحة للتقاعد خليك لحد ما يقولون لك الدوام خلاص يبا روح. أما إذا تقاعد اصنع جوك بنفسك، شوف لك أي شيء تسوي فيه تشتغل فيه، تروح حداق، تروح كشتات، طبعا هذا بالصيف وهذا بالشتاء، تسافر لو ما تسافر، لو ما تروح لأي مكان عادي اصنع جوك بنفسك، وروح لأي مكان لو بالبر تسوي لك كذي غوري شاي وتسوي لك عشاء وتسوي لك غدا وتمشي حياتك. اذا تقعد ما عندك شيء بس قاعد بالديوانيه ابشر بالامراض. اكيد اكيد. ودائما تحرص على هالشيء، ان تحرص جوك وونس نفسك، وهذه يمكن رسائل دائما تقدمها في السوشيال ميديا. وتطبخ لازم تطبخ، لو ما عندك مطبخ هذه مشيها. قبل الطباخ انت ذكرت الشاي صح عبد الله؟ واحنا من مساعد نشوف هالغوري اللي قدامنا المصدي. ايه سالفته؟ هذا سالفته، انا اقول هذا عندي من 2015، وانا حتى من قبل السوشيال ميديا احب احتفظ بالغواري هذه، خصوصا اذا سويت فيه على حطب عده حطب يطلع فيه طعمه يعني زين، دائما اصوره معي قبل لا يكون اللي هو هذا الغوري. فرحت من طبعا من بعض رحلاتي لاحدى الدول، فقالوا لي هم المتابعين، قالوا له ابو سعد ليش ما خذيت الغوري وياك؟ قلت خلاص قمت اخذه في كل مكان، رحت في المغرب العربي، النمسا، المانيا، لندن، تركيا، دول الخليج، الهند، فيتنام، ماليزيا، اندونيسيا، اندونيسيا، حتى الصين وصلها الى تايلاند. كل مكان قاعد اشوفه. ذكرت قبل شوي انك تصنع جوك بنفسك وتروح تطبخ وين ما كنت، بالكشتات، بالبر. في ناس يقولون ان الربع اللي يطلعون معاك يعني مرتاحين، وسعد يقوم بكل شيء وما ما عندهم ولا شيء يسوونه، ايش رايك بهذا؟ لا شوف، طبعا احنا نروح تقريبا ثلاثه او اربعه، بعضهم شو يسوي يقعد
ما يشتغل. بس انتك اي هذا صيد اقول له شوف انا علي الطبخ فلان عليه شب النار سوي الشاي والقهوه انت عليك بعد ما نخلص تغسل المواعين وفلان عليه سوالف نبي يقول نكت انت قول هذا نكت هذا خوش هذا بس يسولف اي اللي عنده سوالف كذي هذا لا لا ندلع نقول له خلينا نجيب لك شاي وقهوه بس انت سولف لنا في بعض رحلاتك في منافسات تصير في الطبخ صحيح؟ ما تصير منافسة شوف المنافسة حلوة طيب كل يبدع لكن من ناحيتي أنا ما أفكر بالمنافسة أهم شيء أن ربعي ما يجوع برحلة شمال الرياض إيه صار طبخت ومندي إيه مندي عدل وكل واحد قام بوسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي يقول أنا وأنا وأنا إيه كلمنا عن هالطبخ هذه رحلتي عندي صديق عزيز أبو عبد الله الديحاني قال أبو سعد خلنا نروح للرياض سيارتي هناك أنا مجهزها وهذا فرحت معه قال خلنا نروح نتعرف هناك أعرفك على شباب هناك موجودين من ضمنهم دهران وابو عبد الله سعدان واخوي القنيصي وبعضهم نسيت يعني اساميهم فرحنا في عزمونا في شمال الرياض فقالوا ابو سعد ايش رايك انت تعرف تسوي المندي هذا قلت والله ما اعرفه اخوي دهران قال خلاص احنا راح نجهز لك ونضبط لك كل شيء وانت بس نقول لك كذي وانت ضبط قلت خلاص تم فمشيت يعني هذه الدراما المندي وعرفتها وعرفت طريقتها يعني ضبطتها 100% واللي افضل من الطبخه هذه واللي احسن منها هم اخواني السعوديين اكيد اهل الرياض اللي هم اللي ذكرت اساميهم وابو عبد الله سعدان والده واخوانه يعني من اول لحظه جيتهم ما تحس انك غريب يعني وصاير رسمي لا سيدي حسسوك انك واحد منهم وفيهم اكيد فاخواننا السعوديين اهلنا وهالكرم الطيب اي نعم ما عليهم اكيد زود دائما لما نتكلم عن الرحاله يعني يوجه لكم اتهام بانكم يعني تركزون على دول مختلفه في العالم لكن حضرتك كانت لك زياره لجزيره فيليتشا لمتحف عبد الله السالم كان في جوله كبيره ودنا نتكلم عنها إيه هذه جزيره فيليتشا يعني اول زياره لي بحياتي تقريبا بالثمانينات كنت صغير ورحنا المنتجع اللي كان موجود هناك في يوم من الايام يعني اتصلت علي اختي الشيخه مريم الصباح الله يحفظها الاخت تشرف انها اختي محترمه متواضعه جدا فقالت ابو سعد انت عندك طياره درون انا اشوفك عندك الطياره درون وقاعد تصور بالبر وتصور يعني الشغلات حلوه هذه فيا ليت يعني ترافقنا جزيره فيليتشا على اساس نروح القصر الشيخ عبد الله السالم ابو الدستور ونبيك تصور القصر تصوير جوي من جميع الزوايا فقلت اوكي ورحب فيها ومشيت معها لكن يعني كانت مثل ما تقول رحله عمل لكن صارت رحله مثل اخوه واكتشاف وشفت القصر عرفت ان هناك في قصر الشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه وشفت بعض معالم يعني جزيره فيليتشا فجزيرة فيليتشا مثل ما تقول كنز للكويت فأتمنى يعني أنهم يهتمون فيها الدول في أقرب وقت ممكن وراح تصير أنا واثق يعني كل الثقة جدا مستقبلا راح تصير معلم سياحي كبير نعم اللي هي جزيرة بإذن الله رب العباد بأحد رحلاتك كذلك كانت إلى فيتنام إيه كلمنا عن هذه الرحلة فيتنام أنا قلت لازم يعني أروح لدولة غريبة شوي يعني مثل هذا مثل تايلاند هذه الكل يروح لها صح. مثل ماليزيا الكل يروح لها بس قلت خلني أروح كانت توها فاتحة فيتنام فقلت خلني أروح لفيتنام أي سنة كانت أبو سعد؟ والله ما أذكر أعتقد بعد الصين أو قبل الصين وكانت من ضمن رحلاتي عدة محطات اللي هي فيتنام بانكوك فيتنام مانيلا الفلبين جزيرة بوركاي وبعدها ماليزيا محطة واحدة بعدين جزيرة بوكت من ضمن الرحلات هذه فأجملهم كانت اللي هي فيتنام قلت لازم أروح لفيتنام شنو فيها ما فيها خطورة ما أدري لا ما شفت أحد قابلته على أساس يقول لي التعليمات أبو سعد روح كذا وروح كذا لا أنا قلت خططت لها من نفسي وقعدت أشوف باليوتيوب شلون الطريقة بعدها سويت فيزا عن طريق الانترنت قصيت تذكرة
وجيت لها وماشي على مبدأ أنا الدولة لا ترتبك أنك تبي تروح لها، قط نفسك فيها وخلاص راح تتصرف كذي، قط نفسك فيها. أما التخوف تقول لا شلون طريقة، لا لا قط نفسك فيها، فماشي على المبدأ هذا. فيتنام وأيضا الصين، فرحت الفيتنام على طول قطيت نفسي فيها وسكنت في الضيق وقعدت أتمشى فيها. قلت قبل لا أروح لرحلة كروز بحرية قعدت فيها ليلة هناك، زين قلت خلني أشوف شوارعهم، أشوف طبيعتهم، أشوف الشرطة هذا. فطلعت فتعقدت من الدراجات النارية، هي أعتقد أنها أكثر بلد فيها دراجات نارية، طبعا السياك اللي احنا نسميها تقريبا 1,000,000 درجة نارية. وقفت بتقاطع، تقاطع تقريبا طبعا نفس الزائد التقاطع، ومثل شارعين رايح راد رايح راد. قلت خليني اوقف اشوفك كثره قاعد يطلعون كذي مع بعض كذي مع بعض. قلت ايه حلو الحين اشوف لي حادث، وقعدت اطالع ما في حادث. قلت الحين يتهاوشون اثنين اكيد، ما حد تهاوش. قعدت ربع ساعه استانست عليهم ولا حد طق هرن. قلت شوف النظام هذا وشلون متفاهمين، لا اشاره لا شرطي واقف، تقريبا يعني خلال دقيقه عادي يمرك كذي 100 سيكل متفاهمين. فقلت اتمنى ان احنا ناخذ النظام هذا والتفاهم ونجيبه للكويت عشان ما يصير ولا حادث ولا تصير هوشه. ان شاء الله. هي الدام انك ببالك يعني دائما اي دوله تخوف منها تقط نفسك على قلت نفسك فيها. شنو الدول الجايه اللي ببالك اللي هم تخوف؟ شوف انا يعني 2019 كانت اخر رحلتي له الى سور الصين. بعدها كنت مخطط لدول كثيرة في تخطيط قبل يصير الكورونا. طبعا في إحدى الشركات السياحية قالت ندعمك بالتذاكر والفنادق، أمنيتي وحلمي وإن شاء الله يتحقق مستقبلا إذا الله وفق بعد دعواتكم الطيبة أني أدور الكرة الأرضية كلها برحلة، يعني من الشرق الأوسط الكويت أروح إلى قارة أفريقيا، أي دولة في قارة أفريقيا، ثم قارة أوروبا، أي دولة في قارة أوروبا، ثم أمريكا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، بعدها جزيرة الهاواي هانولولو يسمونها، بعدها لليابان أكون وصلت لآسيا، يعني في قلب آسيا، بعدها إلى أستراليا، من أستراليا أروح تقريبا بنغلاديش أو سيلان، بعدها أرجع للكويت وأكون يعني لفيت الكرة الأرضية وجميع القارات الست إني زرتها. وأتمنى أكون يعني أول رحالة أو أول كويتي يسوي شيء هذا، فإن شاء الله مستقبلا ألقى الدعم وألقى الفرصة إني يعني أحقق أمنيتي والحلم. ولكن حصلت أزمة كورونا مثل ما شفت، سكرت البلد ويعني وصارت أمي مريضة، وقفت رحلاتي كلها. ممكن الحين بسالم تاخذه وياك وتروح الكره الارضيه، شلون بسالم تقدر تروح الكره الارضيه هذه كلها ولا ما ينفع؟ سالم الذهبي ايهم؟ سالم الذهبي الذهبي ممكن، ليش لا؟ بالسياره يعني ممكن واقدر اسويها، بس احصل الفرصه الوقت بعد ما تشافها امي باذن الله. باذن الله الله يشافيها ويعافيها. باخر سؤال، باحد الرسائل الهاتفه اللي توصلها ابو سعد، دائما تحرص وين ما تروح انك تنظف مكانك عقبك، كشته رحله اي مكان. في ناس نشوفهم لما يطلعون ما يحرصون على نظافه المكان. حلو. لكن انت هذه احد الرسائل اللي توصلها حق الجمهور. حلو. وقلت مقوله تجي مكانك نظيف تتركه نظيف، وهذه المقوله اثرت في يعني اولادنا. الشيء اللي خلاني دائما افكر انه في احدى السنوات يعني وكنت شاب صغير وكانت الكويت ربيع، وكانت وين ما تمشي بالبر كانت مثل اوروبا خضراء. فجيت المكان تقريبا المسافه هذه كلها مقطوطه القراطيس وشغلات بشكل يعني بشكل ضيق خلقي، فقعدت انا المهم. قلت مو مشكله انا المهم، هذا الكويت ننظف الكويت حنا. حطيتهم كيس وحطيتهم سيارتي ومشيت. وثاني شيء يعني لما نقط اغراضنا كذي ونمشي هذه تضر شنو؟ تضر اهل الحلال، اهل النياق، اهل الماعز، اهل الغنام. يعني تخيل وانا عندي غنم، الوالده عندها غنم وانا خادم للغنم على اساس الوالده يعني.
لو قطعة بلاستيك، تخيل قطعة بلاستيك صغيرة أو مثل مال البافك قطيتها أنت ومشيت، لو تجي يعني من الغنم هذه ولا خروف ياكل هالقطعة هذه، احسب ثلاثة أيام أربعة أيام راح تصير بالمعدة ما تهضم وتوفى. لا إله إلا الله. فمشيت، والمقولة هذه شلون أثرت؟ فمن كثر ما أنا أطلع على الخاص وأرد على المتابعين، قال لي واحد أبو سعد مشكور وجزاك الله خير على اللي سويته، على كلمة تجي مكانك نظيف تترك نظيف. قلت لي عسى ما شاء الله. يقول رحنا أنا وعيالي وعيال أخوي، يقول حطينا فرشة وهذا تعرف يأكلون العصائر العصائر وهذا كذي قططهم كذي على جنب. رحت خذيت أغراض وقلت يلا مشوا. قال لا 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 يبوي لا لا. قال ايش تبي تسوون؟ قال لا لا. وراحوا كلهم يتسابقون يشيلون القراطيس وحطوهم وحطوهم مره. قال ايش تبون بالكاهي؟ قطوه، هو يبي يختبرهم. قال قطوه. قال لا يبا تجي مكانك نظيف تتركه نظيف. قال شلون تعلمتوا هذه يبا؟ قال ابو سعد يقول، وياخذها ابو سعد كبير عود ويشيل القراطيس، احنا صغار ليش ما نشيلها؟ اكيد بتصل هذه الرسائل. فصار التاثير هذا يعني. نعم تاثيرك واضح اكيد لكل متابعينك، نتمنى لك التوفيق ونتمنى الشفاء ان شاء الله للوالده والله يخليها وتكمل كل رحلاتك ان شاء الله خلال الله. شكرا على وجودك معنا. الله يسلمك. شكرا ابو سعد ما قصرت. عبد الله اذا وصلنا لنهايه حلقتنا ان شاء الله، وما راح نختم، راح نخليكم مع زميلتنا زينب. أكيد زينب يوسف مع تسيورة. نشوفكم إن شاء الله في حلقة باتشر. تصبحون على خير، فما الله. في أمان. اليوم تسيرتنا في عالم العبايات اللي ابدعت وتميزت في مجالها لمدة 15 سنة، ويانا المصممة إيمان الطويل. حياك الله إيمان. إيه هلا فيك، حياك الله. بالبداية طبعاً بنتكلم عن دخولك هالمجال، وش معنى بالذات اخترتي تصميم العباية؟ كوني خليجية أفتخر في لبس العباية، وهذا الشيء اللي خلاني أبدع في تصاميمي. ويعني هالمجال ترى مو أي بنت تقدر تدخله، وبالذات إن التصاميم يمكن تكون محددة أو غير هالشيء اللي هو شفتها وياك ما شاء الله، إن تصاميمك مختلفة، كل شيء مختلف. من وين تيجي هالأفكار؟ استوحاء الأفكار نفسها تجيني بأكثر من طريقة، سواء كنت مسافرة ممكن أشوف في أمور معينة بس أطالع فيها، أتبصر بمباني معينة، أشوف أستوحيها من الطبيعة. إيه بس ما تحسين إن بالعبايات خصوصاً يعني تحسين إن لها قيود أساسية؟ بالنسبة حق القيود أكيد في قيود معينة إحنا لازم نلتزم فيها، خاصة إن العباية هي طبيعتها التقليدية والتراديشنال إنها تكون فيها احتشام. هذا اللي إحنا نحرص عليه إن ما نطلع من هالمنظور، ولكن كألوان كقصات كطبيعة خامة لازم ننوع ولازم نطور من العباية في شكل العبايات، وممكن ناخذها في شكل ثاني إنها تكون عبايات خاصة حق المناسبات والدخلات العروس، هذه تكون لها مواصفات ما تكون لها قيود معينة. مع تغيير الجو الحين قاعد يصير الشتاء، شلون تختارين الخامات المناسبة؟ موسمنا الكويت مثل ما احنا عارفين طبعا ما عندنا موسم شتاء طويل للاسف، فكذي احنا نحاول ان تكون موديلاتنا مطعمه في الخامات الشتويه بحيث ان تستفيد منها العميله باكبر قدر من الوقت. ونفس الشيء نفس ما قلتي ان صيف جونا اكثر يعني صيفي مو شتوي، هم شلون تختارينهم؟ لأن يعني نفس ما قلتي تحبين إنك تطورين بالألوان والقماش نفسه. إيه نعم، إحنا نسعى طبعاً دائماً إن تكون الخامات اللي نشتغل فيها في فترة الصيف تكون أكثر عملية وأكثر أريحية، وتكون ألوانها ألوان باردة. نحاول يكون مو بس إنها بس العبايات، العباية وأندر عباية تكون حتى الأوتفيت يكون كامل متكامل. الخامات اللي دائما احنا نحرص انها تكون موجوده عندنا خامات خاصه فينا ننتقيها، ولازم تكون الخامه مميزه ومريحه ما تشف
ما تلقط يعني وبرز، ما تكون ثقيلة لدرجة أنها ما تقدرين أنك أنت تتحركين فيها في وقت الشتاء، وبنفس الوقت وقت الصيف تكون فضفاضة ومريحة. ومن بعض هذه الخامات إحنا عندنا مثل خامة الكريب، إحنا نعتمدها كاعتماد أساسي في كل الموديلات تقريبا الستاندرز عندنا، وتختلف باختلاف الألوان حسب ذوق العميلة. اليوم طبعا بعد تغير شكل العباية، وشوف ما شاء الله أبدعتي فيه، إيش كثر تشوفين الإقبال من الناس؟ نعم أكيد. بالنسبة حق التطور شيء طبيعي، لأن كل شيء في الحياة قاعد يتطور، فليش ما نطور العباية؟ العباية تقليدية، العباية لها مواصفات نعم، ولكن التطور مطلوب في كل شيء. ودنا بعد نتكلم عن اختيار الاكسسوارات حق طبعاً العبي، شلون هالشيء يفرق؟ طبيعي احنا على حسب، أول شيء في موديلات معينة تحتاج ان احنا نبرزها بالاكسسوارز، سواء كان بالشنط أو بالأحذية أو في الأوتفت نفسه كأندر عباية، شنو اللي تلبسينه معاها من تحت. فحل حسب، في أوتفت يكون بسيط نقدر احنا نبرزه أكثر في الأكسسوريز، وفي أوتفت يكون لا هو أصلا مشغول، فما المفروض أن احنا نزيد عليه إضافات تضيع من الموديل. ولما نيجي حق العباية الطول، طبعا هذا شيء مهم، أن شلون نقدر ناخذ قياسات الصح للجميع تقريبا؟ أكيد، لأن هذا شيء يعتبر شيء صعب. بالأول كنا نعاني هالموضوع، ممكن نقول إيش من 15 سنة، ولكن الحين من أسهل الأمور عندنا اللي هي سالفة القياسات، لأن إحنا بس نعتمد على طول معين نأخذ من العميلة، وتالي نقول لها سمول ميديوم لارج إكس لارج دبل إكس لارج. بدايتنا كانت ب 2007، فالأمور والإكسبرينس والخبرات اللي مرينا فيها مو شوية، فكثر ما نقدر طبعاً إحنا نحاول إن نلبي احتياجات كل عميلة. هي مو مجرد إنها تكون عباية، إحنا خذينا لاين كبير وتخصصنا فيه، هو في لاين الأعراس والمناسبات الخاصة، وتميزنا إن نكون إحنا ولله الحمد الحين وصلنا إن نسوي باكيجات حق العرايس أو حق المقبلين على زواج أو حق أي واحدة مهتمة إنها تكون تكمل الأوتفيتس لها. فهذا اللي الأمر ناخذ لها from A to Z، يعني إحنا نشتغل معاها على عبات، على بدل، على بدل سهرة، على الأوتفيتس اللي داخل العبات، ونكمل لها ونعطيها استشارة شلون إنها تركب شيء على شيء، شلون إنها تنقي اللون، شلون هذا يناسب جسمها، هذا يناسب المناسبة اللي رايحت لها. فهذا بحد ذاته كخدمة غير متوفرة في الكويت إلا عندنا لله. كنت باكج كامل حقها هي خصيصاً. إيه نعم. وايد حلو. قبل لا نختم لازم نعرف أي عباية بنظرك لازم تكون عند كل بنت أساس. أنا ما راح أقول عباية واحدة، راح أقول عباتين. عندنا العبات الأساسية هي العبات البليزر. هي هذه تعتبر أنا أسميها هي تشوكر العبات، يعني أنت تحطينها على أوتفيتس عملي تقدرين، وعلى أوتفيتس يكون حق لا والله زيارات أو استقبالات أو مؤتمرات، حتى لو أنت كنتي على حسب طبيعة عملك، فهذه أساسية تكون موجودة عندك. وشيء ثاني عبات تكون تصلح حق المناسبات ودخلات الحفلات والأعراس. في الباكيجات اللي إحنا معتمدينها الكستمايز اللي خاصة حق كل زبونة، دائما نحرص إن إحنا نخليها تتميز بشيء خاص فيها، ما يكون عندنا بالديسبلاي نهائيا، ما ينعرض. فعندنا بعض النقشات، بعض الشغل الشيك، بعض الكريستالز اللي راح نشتغل فيها على حسب التصميم الخاص لها، يكون أصلاً الخام والنكشة وكل شيء متفرد لها. اي نعم. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك طبعاً. كانت ويانا الجميلة إيمان الطويل. تشوفكم على خير، مع السلامة.